أرجو أن تركزوا معي وتنتبهوا قليلا. هذا الرجل تزوج 130 سيدة، فطلق 85 منهن، وبقي عنده وما زل 45. يا إلهي، كيف أقنعهن بأن يتزوج؟ وكيف يقسم الحب بينهن إذا كان يحبهن فعلا؟ وقبل كل ذلك، كيف سولت له نفسه القيام بهذه الخطوة الخطيرة؟ يصفونه في مجتمعه في بلدة ماغوري غربي كينيا بالخطير. إنه أكوكو دينجر في 90 من عمره، وقد تزوج حتى الآن أكثر من 130 امرأة. هذا الكرسي أعد له خصيصا لرعاية اجتماع عائلي يحضره بعض أبنائه وبعض زوجاته، وقد درجت العادة أن تصافحه آخر الزوجات. هذه زوجتي الأخيرة، لقد تزوجتها عام 97. الزوجة الكبرى مريضة، يأتيها أكوكو بنفسه ليطمئن عليها. وهذه هي زوجتي الثانية، لقد تزوجتها عام 43 من القرن الماضي. أنجبت له زوجاته 262 ولدا، مات منهم 48، وبالكاد يتذكر أسماء الأحياء منهم، ربما من الشبه أو من التردد عليه. أما الزوجات فهن على الأغلب عنده أرقام، سواء من فارقنا الحياة أو من ما زلنا على ذمته. من رقم 1 إلى 10 مات منهن 3، ومن رقم 11 إلى 20 مات منهن 2، ومن 21 إلى 30 مات منهن 7. هل تحبهن جميعا؟ وإذا كنت تحبهن جميعا، كيف تقسم الحب بينهن؟ اللواتي لا يحبونني طلقتهن، أما اللواتي يحبونني وأحبهم هم الذي بقوا معي حتى الآن. يعيش أكوكو الخطير في عالمه الخاص، لا يؤرقه ضجيج المنظمات النسوية، ولا يستمع لوجهات نظر رجال الدين. هذه هي مملكته وهذه هي عاداته. أيها المشاهد، أرجو ألا تقتدي بهذا الرجل. وإذا كنت ترغب أن يتجاوز أولادك 100، عليك الاستشارة مع أهل الشريعة وعلم القانون كي لا تخالف الشرائع. أما أنا فهناك نصيحة قالها لي الرجل بعد تجربته الخطيرة هذه، لكنني لا أفشي أسراري على الهواء مباشرة. فهد ياسين، الجزيرة.